نعم لارا، يعني كما كنت قد أشرت بداية هذه الرسالة، نتوجه الأنظار أو نحن بانتظار وصول حاكم مصر حسام رياض سلامة لليوم الثاني على التوالي، بأنه يعني تغيب نهار البارحة للوصول أمام المكتب القضائي الأوروبي في جلسة ثانية حضرت له صباح اليوم عند 10:30 هنا في قصر عدن بيروت، وتحديدا في الطبقة الخامسة من قصر عدن بيروت في مكاتب مجلس شورى الدولة. بحسب المعلومات لا حتى هذه الساعة من المفترض أن يحضر حاكم مصر في لبنان رياض سليم هذه الجلسة، خاصة وأن كان هناك معلومات أن هناك اجتماعا للمجلس المركزي في مصر في لبنان قبل ظهر اليوم، كان الحاكم قد طلب تأجيله إلى موعد لاحق، وربما قد يكون هذا أحد المؤشرات أو الأسباب إلى حضور حاكم مصر في لبنان هنا إلى هذه الجلسة. منذ الصباح لم تكن هناك أي إجراءات استثنائية في قصر عدن بيروت، فقط يعني انتشار عادل للقوات الأمنية تم تكثيفها منذ قليل مع وصول الوفود القضائية الأوروبية إلى قصر عدن بيروت التي حضرت قرابة الساعة 10 صباحا. كان سبقهم قائد الشرطة الأول في بيروت الإنابة شربل أبو سمرة الذي وصل وتوجه فورا. في هذه الأثناء وصل حاكم مصر لبنان رياض سلامة الإلارة إلى قصر عدن بيروت للمثول أمام الوفود القضائية الأوروبية. طبعا يعني هو لم يدخل من المدخل الرئيسي لقصر عدن بيروت، لكن يعني كل المؤشرات وكل المعلومات تشير بوصوله ودخوله إلى قصر عدن بيروت هنا للمثول أمام الوفود القضائية الأوروبية. وبالتالي بعد أن تغيب نهار البارحة وحضر فقط وكيله القانوني المحامي حافظ ظفور متقدما بمذكرة توضيحية برر فيها أسباب وجوب عدم وصول الحاكم أمام الوفود القضائية الأوروبية، خاصة بأنه تحت اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، فإنه يجوز الاجتماع إلى شهود من كل دول العالم أو الموقع على هذه الاتفاقية، ولكن من دون ضرورة وجوب حضور القضاة الأجانب إلى لبنان، وإنما يتم إرسال أسئلة إلى القضاء اللبناني الذي يتولى مهمة طرح هذه الأسئلة. وهذا الأمر أضاء عليه المحامي زخور في مطالعة قضائية النهار البارحة أمام الوفد القضائي الأوروبي وبحضور القاضي أبو سمرة، وهو سنة نقطة قانونية ثانية اعتبر فيها بأنه بمجرد أن يكون هناك أي تحقيق لبناني في نفس الموضوع يتوجب على القضاء الأجنبي أو الطلبات الاستئناف والتعاون القضائي أن تتوقف ريثما يتم البت في الملف اللبناني. وهذا طبعا الأمر يأتي بعد ادعاء النيابة العامة الاستئنافية برئاسة القاضي أو من قبل القاضي رجا حاموش على حاكم مصر لبنان رياض سليمي وتحويل هذا الملف إلى القاضي شربل أبو سمرة. كان يفترض نهار البارحة أن تكون هناك جلستين، الجلسة الأولى في الادعاء اللبناني المرتبط بالادعاء على حاكم مصر لبنان والمحال إلى القاضي أبو سمرة من النيابة العامة الاستئنافية، وتنفيذ الاستئنافات القضائية الصادرة من عدة دول أوروبية والتي أرسلت إلى لبنان للاستماع إلى حاكم مصر لبنان كشاهد في هذه المرحلة في ملفات تتعلق بتبويض الأموال والإثراء غير المشروع. بطبيعة الحال تم إلغاء الجلستين نهار البارحة، الجلسة اللبنانية تم تأجيلها إلى موعد لاحق ريثما يتم الانتهاء من كل المعاملات ومن كل الجلسات مرتبطة بالوفد القضائي الأوروبي. أما الجلسة الأجنبية فقد حضر الوفد القضائي الأوروبي برئاسة القاضية الفرنسية، ممثلين التي تمثل فرنسا ولوكسمبورغ، ممثلين عن بلجيكا، ممثلين من السفارة الألمانية، المحامي حافظ ظخور وهو الوكيل القانوني لحاكم مصر في لبنان. بينما تغيب الحاكم كما كنا قد أشرنا بعد أن تقدم بمذكرة توضيحية برر أسباب عدم وجود حضوره. طبعا خلال هذه الجلسة نهار البارحة وبعد مطالعة المحامي زخور رفع القاضي أبو سمرة هذه الجلسة وأرسل طلب زخور إلى النيابة العامة التمييزية التي ارتأت بأن الاستماع إلى شهود لبنانيين بحضور قضاة أجانب لا يتناقض مع القانون اللبناني، وبالتالي عاد القاضي أبو سمرة وحدد موعدا جديدا لحاكم مصر لبنان نهار اليوم الذي حضر اليوم. بحسب المعلومات يعني كان هناك نصائح للحاكم كان رياض سليم بالمسؤول أمام الوفود القضائية الأوروبية على اعتبار بأن هذا الإجراء يأتي لصالحهم في هذه المرحلة، خاصة بأنه إذا تمنى عن حضور قد يعرض نفسه لاتخاذ أي إجراءات قضائية من أوروبا ومن الدول الأجنبية في مرحلة لاحقة، قد تصل إلى مرحلة إصدار يعني تعميم اسمه على الانتربول أو إصدار مذكرات توقيف. هذه هي بشكل عام الأجواء. يعني يفترض يعني بعد دقائق قليلة من الآن أن تبدأ جلسة حاكم مصر لبنان المحددة عند الساعة 10:30
صباحا. كنا قد أشرنا منذ يومين في تفاصيل حول هذا الملف بأن هناك حوالي 100 سؤال تم تسليمها إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة بالإنابة الذي سيتولى مهمة طرحها على حاكم مصر لبنان بحضور وكيله القانوني. بطبيعة الحال كل هذه الأسئلة تدور في فلك التحويلات المالية وعملية مصر لبنان والهندسات المالية وتحديدا الملفات المرتبطة بشركة فوري العائدة لشقيقه رجاء سلامي. لا نعلم إذا كانت هذه الجلسة أو هذه الأسئلة ستتم الإجابة عليها كلها توزعت هذا النهار أم أنها ستستلزم حضور الحاكم ليوم ثاني وثالث خلال الأيام القليلة المقبلة. بعد ذلك ستقرر الوفود القضائية الأوروبية ما إذا كانت ستستدعي شقيق حاكم مصر لبنان رجاء سلامي ومساعدته مريان لحوي. بطبيعة الحال لارا نحن نكون هنا في قصر عدن في متابعة هذه المشريات هذا اليوم الطويل. طبعا يعني الحصول على المعلومات في هذا النهار ستكون أصعب بقليل من النهار البارحة على اعتبار بأن إجراءات أمنية وقضائية مشددة في محيط قصر عدن بيروت أو داخل قصر عدن بيروت تمنع يعني الولوج إلى كل الطوابق وتمنع التحرك بطريقة سهلة جدا خاصة حماية لهذا هذه الجلسة التي خاصة إضافة إلى الوفود القضائية التي ترافقها فرق أمنية خاصة من فرع المعلومات. بطبيعة الحال أن هذه الجلسة تعتبر جلسة سرية حتى لو تم اعتبار حاكم مصر لبنان يتم إليه استماع إليه كشاهد، ولكن كل هذه الجلسة وكل الأسئلة تندرج في إطار السرية التي لا يجوز الكشف عنها. لارا نحن بكون طوال يعني هذا النهار هنا في قصر عدن بيروت وسنعود إليك فور ورود أي جديد وبعد أن يتبين كيف سيكون هذه مسار هذه الجلسة وما إذا كان حاكم مصر في لبنان سيبقى لساعات طوال هنا في قصر عدن بيروت، مع الإشارة بأن مصدرا قضائيا لبنانيا كان قد أشار بالجديد بأنه لن يتم توصيف حاكم مصر في لبنان في أي من الملفات الأخرى اللبنانية على اعتبار بأن هذه الجلسة هي تنفذ أو تحددت تنفيذا لكنابة قضائية أوروبية. لارا